معك اي هضر من السيد هذا عندك عندك شي واحد مالك في العائله كلشي الوالده ديالو تشوف مثل امه والله يرحم والديكم. بارطاجيو فهاد الناس هادو الى تلاقاو شي مساعده من لهنا لساعتين راه كيرجع الفضل ليكم انتوما بالبارطاج تاعكم. هاد السيد اللي كتشوفوا قدامكم راه ميتال الام ديالو. هو هضر اخويا قول شنو عندك. اش راك تقول اخويا؟ راه كنشوفوا كلشي بعينيهم. هاي شوفوا راه يخليونا غنفلوا عباد الله وجبدوا تعاونوا معنا عاد جبدوا هادو اللي ميتين دابا في الارض. تحت الارض وعطينا الريحه. باقي مدفون تحت الارض. تحت الارض. الواحد ديالي باقي مدفون انا تحت الارض. فينا هو يلا باش غنجبدوا باش. يلا شكون اللي غيجبدوا ليا؟ سولت فيكم شي واحد؟ وما سولت حتى واحد فينا هما؟ انا اللي جيت انا جيت من خرطة حنا هنا من الدار البيضاء انا جيت. يعني انت جيتي من الدار البيضاء؟ من الدار البيضاء وصلت هنايا وباقي ما وصلتش هاد الناس. ما كاين حتى واحد. الوالد ديالي باقي مدفون انا تحت الارض. ولادي مشردين. انا مشرد. الناس مشردين. واش هادي معقول هذا؟ ما كاين حتى السلطة ما كاين حتى واحد. انا ماشي معقول هاد الشيء. قال 48 ساعة وباقي بوانا تحت الارض. شكون اللي غيجبدوا ليا؟ الناس مش بذيمة وقال لك ما دفنوهمش. علاش اش نبحق؟ كيفاش هذا الحق هذا كيفاش؟ قولوا لي الا بغاو يدينا يدفنونا يدفنونا حنا مدفونين. شباب الله يرحم ليك الله يرحم ليكم. وادي اللي بغى يبارطاجي بارطاجي فين ما بغى توصل توصل راه صافي. راه وصلت فينا العظم. الله يرحم ليكم الوالدين. الله يرحم ليكم الوالدين. ربي انا باقي تحت الارض باقي تحت الارض. وعباد الله وعباد الله باقي تحت الارض. وعباد الله وعباد الله ثلاث ايام هادي وتقول شي واحد واش سول فينا ولا غاب خبزه ما كاينش شي واحد في الدوله في المسؤولين دوار طنزة جماعه تيزين تسوا وتقول شي مسؤول عباد الله واش شفناه ولا واحد واخا دارك الملكي منهم واحد يجي غير واحد يطلع علينا ما كاينش اللي يطلع علينا ما كاينش اللي يسول فينا هنايا وتقول يجي هاي سول. شباب فالله يرحم ليكم الوالدين فالله يرحم ليكم الوالدين وإلا عندكم شي والد محيين فالله يطول في عمرهم واللي ميت ليه شي والدين فالله يرحمهم فالله يرحم ليكم الوالدين الا ما بارطاجيو هذا اللايف هذا وكونوا انتوما كونوا انتوما اليد اللي غيتعاون هاد الناس هادو فما تحقروش ما تحقروش البارطاج تاعكم عباد الله البارطاج راه قوه ضاربه فالله يرحم الوالدين اللي قدر يبارطاجي وراكم قادرين تبارطاجيو راه ماشي ما قادرين راه غير اللي ما بغاش ولا باغي يبارطاجي خويا بارطاجي فالله يرحم الوالدين انتما هما الناس ميتين هما الناس راه ميتين ما مغسولين ما والو وارمين ثلاثة وتحشرة كاينين تسعود من البارح انا كنتسنى باش ندفنوهم حتى واحد ما كيرد علينا بشي حاجة انا هاك اخويا هضر الريحة الريحة المسؤولين ديال المغرب تعداو علينا الشريف المسؤولين ديال المغرب تعداو علينا ما خلاونا ندفن الجوتات ما عطاونا مساعدات ما خلاونا نديرو حتى حاجة وخلاونا ندفن الجوتات اصاحبي تخنازو وقسم بالله العظيم يتحشوا عليكم والله يتحشم عليكم وادعي لكم الله عز وجل ادعي لكم الله عز وجل مسؤولين درتوا فينا ما بغيتوا درتوا فينا ما بغيتوا ادعي لكم الله يوم القيامه ان شاء الله يوم القيامه راه الشباب فالله يرحم الشباب فالله يرحم وليدي بارطاجي فاحنا راه ماشي كنترزقوا على هاد الناس هادو ما 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 باغي نربحوا فلوس ما والو فراه جابنا اللي جابنا شنا فيديوهات على الفيسبوك شنا تصاور على الفيسبوك وجينا كنقلبوا على هاد الناس هادو داكشي اللي جبنا حنايا راه ما قدناش حتى لأربعة العائلات احنا دابا وصلنا لعائلات ما لقينا ما نعطوهم من غير الماء واش هاد الناس هادو غادي يشربوا الماء ما غياكلوا خبز كاينين دراري صغار كاينين عيالات كاينين حيوانات كاين بزاف فالله يرحم الوالدين اللي قدر اللي عنده طوموبيل عنده باش يعاون هاد الناس هادو عنده شي راس مال انتم كتشوفوا راه كاين اللي عنده طوموبيل كاين اللي عنده دار ثويه 200 مليون خلاها وفي الاخر خرج الشارع فراه اخرها فاخرها موت كيقلب اللي يجيبو فالله يرحم الوالدين فالله يرحم الوالدين راه اخرها موت راه تكون عندك اللي غتكون عندك راه تكون عندك ما عرفت اشنو غيكون عندك راه ما عرفت اشنو غيكون عندك راه اخرها هنا راه ما غادي معك حتى شي حاجه
ما غادي معاك لا طوموبيل لا دار لا فيرمات لا حتى شي حاجه. والله يرحم الوالدين اللي باغي يبارطاجي بارطاجي، واللي باغي يدير شي حاجه يديرها. حنا راه ما كنسترزقوش على عباد الله، حنا كنقلوا لكم المعاناه تاعهم. حنا جينا كنا ناويين ان نشوفوا هاد الناس تلقاو المساعدات، كنا ناويين شحال فاش جينا كنتصدموا انهم حتى واحد ما تعاون معاهم، حتى واحد ما قدم لهم يد المساعده. كاين الناس هنا مشاهده، تما كاين مشاهده كيشوفوا، كاينين الناس هنا كيشوفوكم. راه كاين الناس هنا ميت ليه والدي، كاين اللي ميت ليه مرتو، كاين اللي ميت. راه لقينا مرا هنا، مرا لقينا مرا ميت ليها ولدها وراجلها وبنتها بزاف. ما الا جيتي تهضر راه بزاف. الله يرحم الوالدين، كونوا نتوما، كونوا نتوما اللي تعاونوا هاد الناس هادو وبارطاجيو. فالله يرحم لكم الوالدين، فالله يرحم لكم بارطاجيو. اللي باغي يعاون هاد الناس وعنده طوموبيل يتفقوا وصحابه ولا جيرانه وديروا الماء ديروا الخبز اللي درتو راه كافي. شوف شوف كاي نتسناو الجندر ميسيني لهاد الناس تفلو ما عندو الموطور. قال لك واش عندكم شي موطور؟ لا ما عندنا ليسانس، ما عندنا الماء ما نشربو. حنا راه فاش كنا جايين لقينا موطور محطوطين ها مليوحين، لقينا موطور ها مليوحين. راه ضربنا واحد 4 كيلومتر، 4 كيلومتر ضربناها في الطريق على رجلينا. راه حنا هذا هو جهدنا، هذا هو الجهد ديالنا. تعاونوا هاد الناس، عاونوهم راه خوتكم. تخيل تخيل دابا انت تكون امك ميتة، امك ميتة حداك وجاي من الدار ب 500 كيلومتر ولا 400 وكتلقاها باقا ميتة تحمى سول فيها والريحة راه قسما بالله. راه الناس اخرين، الناس اخرين راه لقيناهم السروال، السروال ورام عليهم، السروال كيطردك كيطردك. فالله يرحم لكم الوالدين، فالله يرحم لكم الوالدين. بارطاجيو هذا اللايف، واللي باغي يجي عند الناس واللي عنده شي طوموبيله ولا شي راس مرقلي تعاونوا مع هاد الناس. كنتمناو حتى هذوك الصحافه والمنابر الاعلاميه فيجيو هنايا، فيجيو هنا. فهذا هو المنتخب ديالنا، هادو هما المنتخب ديالنا وهادو هما اللعابه اللي خصنا نعاونو. الناس ياكلوا في مصر هذيك لا قال لك، قال لك واش كاين شي موطور باش تجي باش تجي. حنا ما عندنا كاع الناس هما ميتين كما كتشوفوا، الناس هما ميتين هنا وارمين. راه ميتين سير، بسم الله سير، ميتين وارمين. منزل حسن، منزل حسن، 72 السيد هذا راه ميت عليه الام ديالو، هو ما قالش كاع يمشي. فالله يصبركم، الله يجعل مغفره للذنوب. عاونوا الشباب الله يرحمهم، اللي يقدر يعاون هاد الناس يعاونهم يهزوا معاهم. راه حنا الشباب راه كاين في الدوار، اسم الدوار راه ما عرفتوش، ولكن راه محسوب على يقني الودان. حنا راه ما قدرتش نصبر صراحه، حيت اول مره كنشوف هذا الشيء، اول مره كنشوف الناس وارمين قدامي، اول مره كنشوف بحال هذا الشيء. ف دعوا مع هاد الناس هادو بالرحمه، واللي قدر يعاد التعاون معاهم. الحمد لله راه كاين عندنا، راه كاين عندنا ناس وكاين عندنا ايلات وكاين عندنا مسؤولين. راه كاين لك كاين بزاف ما يتقال، كاين بزاف ما يتقال. انتما راه كتشوفوا كلشي لعينيكم، راه الناس هنا ميتين، راه هنا انا هنا راه الناس ميتين هنايا. كاين الام، كاين ولدها، كاين بنتها. انتما كيف ما كتشوفوا الناس هنا كيحفروا. تخيلوا معايا راه دابا، تخيلوا معايا عندكم مواتكم خواتاتكم كتحفروا، ما مغسولين ما مكفنين ما مصلين عليهم ما والو. الشهداء ما كتشوفوش، اسم الدوار تنزان، دوار تنزان اقليم تارودان، دوار تنزان اقليم تارودان. تيزين جماعة، جماعة تيزين تاس، قيادة تفيقل، قيادة تفيقل،
اعطينا كاع العنوان الله يرحمهم هذوك عاودوا اعطينا اعطينا العنوان الدوار تاع الجامعات العماله دوار تنزاد جماعه تارودان جماعه تيزينتاس اقليم تارودان اقليم تارودان عاود الله يرحمهم هذيك العنوان نعم عاود العنوان الدوار دوار تنزاد جماعه تيزينتاس اقليم تارودان انتما كتسمعوا الشباب فين كاين انا راه ماشي ولد المنطقه راه الدوار راه واخا نسمعوا راه دابا الزنزال اسمع شي حاجه ولا دابا راه الزنزال حنا واقفين دابا والزنزال الزنزال كيضرب عزيز سمعتي هو تحيد واحد هز ارضيه ضربات دابا سمعتي شي حاجه سمعت واحد هز ارضيه دابا حنا واقفين دابا كاينه هزه ارضيه دابا على المباشر هزه ارضيه على المباشر خويا بالارقام شوف بالارقام 4500 واحد كيتفرج فيك 4000 وصل صوت خويا الله يرحم الوالدين كنشكروا هاد الناس ديال الجمعيه بعدا اللي جاوا واحد مبادره طيبه الله يرحم ليهم الوالدين ولكن انايا كنوجه هاد النداء ديالي لهاد الناس هاد الناس اللي مسيرين هاد البلاد هادي الله يرحم الوالدين هاد الناس هادو راه مضرين بزاف راه غتشوفوا الفيديوهات ديال عندك التليفون قايد واحد الرقم قال لك راه شي واحد باغي يجي ولكن ما عرفتش المنطقه الا عندك التليفون المنطقه بين لا دابا لا كوفيرتير دريزو ما كايناش بعدا كاين هي الاولى كتمشي وكتجي وثاني حاجه انا تابعك ثاني حاجه الالكتريسيتي راه مقطوعه الماء راه ما كاينش راه غير شويه ديال الناس كيتعاونوا هكا باش كيقضيو الغرض بالنسبه للمواد الغذائيه راه غير الجمعيه دابا كاين الناس اللي بقاو بلا خبز غير هاد الناس ديال الجمعيه اللي جاو جابوا لهم شويه ديال الخبز باش هاد الناس اللي باقين اللي عاونوا هذا راه عيا وداك الشيء راه باش ياكلوا النداء اللي باغي نقولوا هو هاد الناس المسؤولين الله يرحم لكم الوالدين الله يرحم لكم الوالدين الله يجازيكم بخير هاد الناس هادو دابا اللي باقين ما كندويش على هاد الناس اللي ماتوا هاد الناس اللي باقين تحت الانقاض راه هاد الدوار تقريبا راه باقيين فيه خمسه حنا الدوار الاخرين ما عرفناش هنا باقيين خمسه خصنا وسائل لوجيستيكيه باش غنجبدوهم لان الناس الدراري ما قدروش حنا راه لحد الان جبدنا واقيلا تقريبا غنقول لك جبدنا واحد 15 واحد هنا عندنا في الدوار دوار هنا راه ماشي شي دوار كبير هادو بغينا نجبدوهم وبغينا نشوفوا الحل هاد الناس هادو اللي راه بينهم الديور لان دابا كنعرفوا بان هاد الناس اللي باقيين هاد الناس دابا اللي بقاو على في قيد الحياه نجاهم الله من هاد المصاب هاد الناس دابا حنا كنعرفوا دابا جاي الشتاء الناس ما عندهاش فين تسكن فهمتيني تكون شي مبادره من الناس المسؤولين الله يرحم لهم الوالدين كاين فلوس الناس عندهم فلوس كاين الناس عندهم فلوس خويا راه حنا دابا كيقول لك كاينه مساعدات راه هي الهيفين ولكن خص مسائل لوجيستيكيه الدوله خصها تحرك الدوله خصها تحرك كاينه مسائل لوجيستيكيه راه علاش حنا علاش حنا كنمشيو عندنا سبيطارات ميدانيين درناهم في انا تابع درناها في تركيا درناها وعلاش هاد الناس هادو واش هادو ما عندهمش حق واش هادو ماشي مغاربه راه ما يمكنش اصاحبي راه ما يمكنش هادشي انا بعدا راه ما حنا راه هادشي اللي علينا الله يرحم لكم الوالدين كنشكركم نيابه على هاد الناس ديال هنا كنتمناو شي وحده اللي تحركوا شي وحده اللي ناسين كنتمناو هاد اللايف هذا يحرك شي حاجه يحرك شي حاجه المسؤولين خويا ما كان راه حاجه والمشاهدات القضيه يقول لك شوف واحد القضيه نقول لا راه بطبيعه الحال راه انتم اللي عشتوا معنا هادشي الناس ريحه الجوطات والله العظيم عاطيه هنا الريحه ان شاء الله في ساعه الخير الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين فرحنا ها الناس هنا فين ميتين ها الناس هو فين ميتين فرحنا غنقطعوا لايف وغنعاودوا لايف اخر غنقطعوا لايف غنديروا لايف الاهم عندنا هو الميساج يوصل الاهم من هذا الشيء كامل هو الميساج يوصل وان شاء الله باذن الله الى قدرنا وكان شي واحد غادي يتعاون معنا فراه غادي نجيبو قافله غادي نجيبو غير الرز واللبن والماء ونعطوا الناس ما تاكل فاش تيلاشنا الرز والماء نجيبوها الرز والحليب واللبن يديروها يصيكوك ويلقاوها ما ياكلوا فراه احسن لينا بزاف من الاشياء فالله يرحم الوالدين اللي باغي يبارطاجي راه كاين هنا عائلات محتاجه قسم بالله الا كاين عائلات فهنا محتاجه وكنتمنى من هذا الميساج هذا
فيوصل. فالسلام عليكم. وراه بقاو معنا، راه غادي نعاودوا لايفات الا لقينا شي عائله جديده لقدام، فانا غنعاودوا لايفات اخرى. الاهم هو الصوت تاع الناس هادو يوصل وتقدموا لهم مساعدات. راه كاينين باقيين هنايا، باقيين الناس تحت تراب، راه باقيين الناس تحت تراب. فالله يرحم الوالدين، تعاونوا مع هاد الناس. واي واحد باغي يتعاون مع هاد الناس هذا يجيب طوموبيلته ويدير فيها شويه المواد الغذائيه ويتعاون، والله راه ما غاديش يضيعوا. فالله يرحم الوالدين، وسمحوا لي لا طولت عليكم.